السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. ربنا فَ
ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم بسم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
الفجر كان مشهودا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا
صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور نكما رأينا قالت يا وسلم
صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.